الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. وانا حبيت التقي بكم اليوم وهنيكم اولا يعني بالعيد الوطني، وان شاء الله نتمنى ان يكون يعني يعود صاحب الجلاله علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله، سليما معافى ان شاء الله، وعمان تظل دائما في ازدهار وتقدم ورخاء ان شاء الله. امين. الشيء الثاني اشكركم اولا ايضا على الجهد الطيب والمباريات الطيبه اللي شفناها خلال المباراتين الماضيتين، وانا كنت سعيد جدا ايضا بلقائكم مع العراق، يعني بذلتوا جهد تشرف ويعني جهد اثلق صدورنا بصراحه، ونتمنى ان شاء الله انه هذا الجهد يستمر في المباراه القادمه مع الكويت ان شاء الله، اللي تاهلنا للفوز وللتقدم لمراحل متقدمه ان شاء الله. الفريق بحمد الله يعني يضم عناصر جيده وشباب جيدين، وعندكم التاهيل الكافي وعندكم العناصر الجيده اللي تاهلكم للفوز ان شاء الله. فان شاء الله يعني تبذل الجهد المستطاع قدر الامكان، وكل واحد يشد حيله ويبذل جهده، واحنا هنا والعمانيين في مسقط ينتظروكم، يعني ينتظروا منكم يسمعوا الفوز ان شاء الله. ناوي قصوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيدي. فالهمه العاليه والله يوفقكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يسلمك. بغيتكم انا دقيقه بعدين. الله يسلمك. ما نزعجكم. حياكم الله.